بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة اليوم هنتكلم مع بعض زي ما عدتكم في الحلقة السابقة، هنتكلم عن لو العجل بتاعك امتنع عن الأكل نهائيا هتتصرف ازاي، أو لو العجل بياكل نص علفة ويبقي نص العلفة الثانية، أو إن العجل بياكل في ضعيف الأكل في التبن أو في الدريس. تعالوا كده نتكلم مع بعضنا بشكل علمي. لو العجل امتنع عن الأكل نهائي، أول حاجة ما ينفعش إن العجل يعني العجل من بعد أوزان 300 ما فيش حد اسمه إن العجل علفة كاملة بتاعت الصبح أو بتاعت الليل إنه ما يأكلهاش خالص، لأن دي هتأثر معك. لو انت قدمت العلف والعجل ما راحش كل خالص، يعني قدمت العلف الساعة 6 صباحا او الساعة 7 صباحا، احنا متفقين ان احنا نصبر ربع ساعة بعد تقديم الاعلاف بشوف شهية العجول وصنفها، العجول عالية الشهية، متوسطة الشهية، ضعيفة الشهية. طيب انت استنيت ربع ساعة ولقيت عجل ما راحش للعلف نهائي، تمام، غبت ساعة تاني ورجعت لقيت العجل ده برضك ما كلش من العلف نهائي، ايه الخطوات اللي انت تعملها؟ اول خطوه انك تتقدم له ميه، تمام، لو العجل مربوط هات له ميه كده وشوفه يشرب، لو العجل شرب يبقى ده اثر ان العجل عطشان وتتابعه برضك، لو راح للعلف بعد ما شرب يبقى العجل عطشان وما رضيش ياكل من الاعلاف عشان هو ايه عطشان، وكده المشكله ايه اتحلت. طب لو هو شرب وبرضك ما زالت المشكله قائمه ما راحش ايه للعلف، تعمل ايه؟ هتقيس درجة الحرارة، درجة الحرارة لو متخطئ ال 40 تتصل بالدكتور، تمام؟ لأن كده أكيد في مشكلة بداخل العجل. طيب لو الحرارة 39، لو الحرارة 39 يبقى لسه إحنا ما دخلناش على المشكلة، يعني المشكلة لسه ما كبرتش. طب إيه الحل؟ إنك أنت أول حاجة تمسك العجل تمشيه قدامك وتشوف مشيته، العجل بيعرج ولا لا، العجل عنده اتفاخات في البطن ولا لا. يعني في ناس اتصلت بيا قالت لي العجل امتنع عن الاكل بس حاسه في انتفاخ، قلت لها مشي العجل، وفعلا ثبت الناس ثبت، يعني ساب العجل يمشي قدامه وخلى العجل يجري في الملعب، هو مربوط بس خلاه يجري، فكان في كبس يعني في لكمه في كرش العجل او كرش العجل وقف، بدا العجل يفرغ لبطنه وعمل اسهال، الروس نزل على صوره اسهال وبدا العجل ياكل تاني. انك انت تخلي العجل يمشي هتعرف تكشف المشكلة ايه، هل المشكلة دي لكمة في كرش العجل او كرش واقف ولا لا، عنده اتفاخات هتمشي برضك ان العجل يجري او يمشي هتروح، فهتبقى ايه اول حاجة انك انت خليت العجل يمشي. طب مشيت العجل وبرضك مرضيش يروح للعلف، كده بقى ترفع العلف نهائي وتقدم البرسيم اخضر، قدم برسيم اخضر للعجول، لو العجل راح له فاذا ده مردود كويس، العجل كان في البرسيم كويس، سيبه ياكل في البرسيم والطاقه الثانيه ان شاء الله هتلاقيه ياكل معاك علف. طيب لو ما راحش كل برسيم ايه الحل؟ لو العجل ما راحش كل في البرسيم هنا مردود غير كويس، ليه؟ العجل ولا بياكل في العلف ولا بياكل في البرسيم. لو ما كلش برضك في البرسيم ترجع تقيس درجة حرارة تانية، لأن بعض الأمراض بتبقى الحرارة بتاعتها متقلبة، يعني تعلى وتنزل تعلى وتنزل، ممكن تكون أنت قيستها في وقت الحرارة بتاعتها عالية، يعني عندك زي حمى طفيلة الدم، حمى طفيلة الدم العجل بيلعب بيك، يعني معنى الكلام العجل بيلعب بيك الكورة، شوية الحرارة مرتفعة شوية نازلة، شوية مرتفعة شوية نازلة، فإذا أنت ممكن تكون قيس الحرارة في إيه؟ في وقت يكون فيه إيه؟ الحرارة منخفضة، ترجع لو هو العجل ما أكلش في العلف وما أكلش في البرسيم اللي قدمته، كده العجل فيه مشكلة، تمام؟ لو أنت ما لقيتش فيه انتفاخات أو لقيتش فيه حاجة أو أثر عرج أو أثر خبطة أو أثر اي حاجه وبرضك ما كلش في البرسيم، يعني العجل سليم من كل حاجه وما كلش في البرسيم، كده هنا في مشكله. تقيس الحراره مرتين ورا بعضه، ربما يكون التمنومتر برضك في مشكله، قيس الحراره وبرضك تمام لقيت الحراره مرتفعه تتصل بالدكتور على طول، تتصل بالدكتور على طول. ليه؟ ارتفاع الحراره بعد الاوزان 300 يا جماعه ارتفاعات الحراره بتنسف الاوزان معاك، فانت مش هتقعد العجل يوم ولا نص يوم مع ارتفاعات الحراره 40 هتدمر اللي انت عملته في شهر، طبعا ده خطا ودي من اكبر مشاكل اللي بتواجه الناس، لا ده سبح العجل حراره مرتفعه سبحه ده هيروح. طب انت سبحته
والحرارة راجت. بعديها بساعتين هتبدأ في الارتفاع تاني. عدت خافت حرارة والحرارة نزلت هترتفع تاني لأنك أنت ما حلتش المشكلة. ما حلتش المشكلة. لو المشكلة ارتفاع طفيف في الحرارة يعني عرضي ارتفع وهو هينزل ويروح مع نفسه ماشي، بس لو الارتفاع ده بسبب مشكلة أنت ما علتهاش. المية ولا انخفاض الحرارة مش علاج للانخفاض الحرارة. إذا كانت ارتفاع الحرارة بسبب مشكلة خافض الحرارة أو إنك تحط تسبح العجل مش حل. الحل إن أنت لازم تعرف المرض ارتفاعات اللي فوق الأربعين يا جماعة لازم الدكتور البقر. طب تعالوا كده مع بعض هنعرف في حالة المشكلة الثانية إن العجل بياكل نص علفته. إن أنت بتلاقي العجل ياكل علفة الصبح وعلفة الليل ما ياكلهاش. طيب ايه الحل في المشكلة دي؟ الحل في المشكلة دي او نقول اسبابها ايه، يعني عشان انت تقول بعض الاسباب وانت ممكن يكون عندك انت سبب انا ما عنديش وانا عندي سبب انت ما عندكش، فاحنا نعرض الاسباب عامة والعجوله ما بتاكل نص وجبتها يدور في الاسباب دي، يدور في الاسباب دي. اول الاسباب دي ارتفاعات الحرارة. ارتفاعات الحرارة شديدة، احنا في وقت الصيف يا جماعة بص اهو لازم نشغل المراوح. تمام، لازم نشغل المراوح للعجول. ليه؟ الحرارة الشديدة بتخلي قابلية العجول على الأعلاف المركزة ضعيفة وقابليتهم على البرسيم الأخضر عالية. يبقى الحرارة الشديدة. طب ايه تاني؟ البرودة الشديدة، البرد الشديد برضك نفس القصة بيخلي الإقبال عليه على الأكل ضعيف. ليه؟ العجب يبقى مثلا واقف طول النهار في المية، كمية الرواس عالية وطول النهار العجل في المية. انت بتقدم له العلف بياكل العلف بيحول جزء كبير منه عشان يدفي نفسه. يبقى لازم تدفي العجل في الشتاء ولازم يكون التهوية كويسة فيها في الحرارة. طيب لو انت تعالوا ارتفاع نتكلم بقى عن الحرارة. لو انت في جسر حرارة العجل بياكل وجبة وجبة، لا لازم تتابع العجل مقياس ثلاث مرات الحرارة. لو انت تقيس الصبح وفوقت الذروة اللي هو بين الظهر والعصر وفي الليل، لو جيت درجة حرارة 40 تتصل بالدكتور على طول. تتصل بالدكتور على طول. طب لقيتها 39 كده مؤشر كويس. طيب لو هي 49 ولقيت شهية العجل كانت عالية، شهية العجل كانت عالية وقلت، يعني العجل كان بياكل الوجبتين بتوعه وبياكل معهم برسيم او دريس وكان الشهية بتاعته عالية، بس فجأة كده الشهية بتاعته قلت. طب ممكن يكون السبب هي ان العجل قرفان من العلف. العجل قرفان من العلف نظر ان ممكن في تكتلات تعفن في العلف، عمل ريحة في العجل عاف العلف. ازاي تخلي العجل يرجع تاني شهيته للعلف؟ انك انت هات له مثلا، هو مرضيش ياكل في علفة الليل، شيل العلفة دي وهات مثلا نص كيلو تب، نص كيلو تب وحط عليهم نص كيلو ذرة او ردة، ده او ده مش ما تخلطش اتنين ببعض، لان نص كيلو ردة او نخالة او نص كيلو هي ذرة، وشوف قابليته. لو لقيت العجل قابليته عالية كلهم، اذا انت تعمل ايه؟ عرفت ان العجل قرفان من العلف، تبدأ تزود سنة سنة. حطيت نص كيلو ذرة مع ردة، يبقى الوجبة اللي وراها او بعدها بساعة حط نص كيلو تبن وخلي كيلو نص كيلو الذرة او الردة خلي كيلو، وترفع بالتجيل لغاية ما ترفع النسبة بتاعتك. وبرضك تبص في العلفة بتاعتك لو فيها اثر تكتلات، شم ريحتها فيها اثر عفونة، تستأصلها او ترميها. يعني ممكن تكون شكارة انت مقاعدها فيها اثر عفونة او ريحتها وحشة، كل ما تحطها للعجل العجل مش هياكلها، مش هياكل منها. يبقى انت مستخسر ترمي الشكارة دي مثلا والعجل ما بياكلش والعجل بيخس، يبقى انت خسرت الشكارة وخسرت ايه؟ وخسرت ايه؟ العجل. طيب هنتكلم بعديها لو شهية العجل، احنا اتكلمنا ده كله عن شهية العجل عالية وتراجعت فجأة. طب لو شهية العجل ضعيفة في الاكل سواء في العلف او في البرسيم، طيب ايه الحل اللي انت هتقدمه عشان ترفع شهية العجل؟ طيب عندك استخدام الخميرة والعسل او الخميرة على المية، وهنزلكم الفيديو اسفل، هنزلكم الروابط اسفل الفيديو.
تمام. ازاي استخدام الخميره والعسل او الخميره على الميه بيرفع كفاءه الكرش؟ كفاءه الكرش، الكرش بيحتوي على بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، تمام. الخميره بتعمل ايه؟ بتزود من البكتيريا النافعه في الكرش، فبيحسن في اداء الكرش. حتى تلاحظوا وفي ناس كتيره جربتها ان استخدام الخميره على العسل او الخميره على الميه بيقل من نسبه اثر الذره والفول البلدي في الروس. لو انت عندك الذره في اثر للذره والفول البلدي في الروس، الخميره على العسل او الخميره على الميه بيقلها. بيقلها ليه؟ لانه بيرفع كفاءه الكرش، رفعت كفاءه الكرش فالهضم اشتغل. او انك تدي فاتح برضك شهيه، استخدام فوائد فاتح الشهيه بيرفع بكفاءه الكرش، او الخميره برضك بترفع من كفاءه الكرش. طيب بعد كده هنتكلم على المشكلة الأخيرة، العجل ما بتاكلش في التبن أو العجول ما بتاكلش في الدريس. طيب لو العجل ما بياكلش في التبن، هو أصلا كان بياكل في التبن وبطل ياكل فجأة، أو إنك أنت مشتري عجل ومش راضي ياكل في التبن. هنتكلم عن المشكلة العجل، العجل أنت كنت كان بياكل في التبن وبطل فجأة. طيب أنت بص في التبن، ممكن تكون التبن اللي أنت مقدمه له في مية مكبوبة عليها، في أي حاجة مكبوبة عليها ليها روائح. ممكن يكون التبن ده اللي انت مخزنه كان موجود في أسفل الغرفة والرطوبة كانت عالية، هتلاقي التبن مصفر وبرضك في ريحة العفونة. يعني ممكن يكون الخطأ عندك مش عند العجل. ممكن بص تفحص التبن، لو هو في أصل للرطوبة أو في ما أو اختلط عليه مياه أو اختلط عليه أي ريحة، ارمي التبن ده، غير نوع التبن، هات تبن تاني، تمام. يعني ممكن احنا بنخزن بنقول عليها صوامع او بنقول عليها شونه او بنقول عليها اوضه خد تخزين التبن، تمام. فمن تحت خالص التبن من اثر الرطوبه تلاقي التبنايه لونها اختلف خالص وريحتها معفنه يا جماعه، والعجول ما بترضاش تاكل، احنا بنستأصلها وبنرميها، تمام. غير نوع التبن اللي قدام العجل وشوفوا هياكل ولا ما ياكلش. دخل له التبن بالتجريد، ده لو هو كان بياكل وصد عن اكل التبن، لا دخله التبن بالتجريد. كان بياكل كيلو ونص، قدم له نص كيلو، سيبه ياكل، وبعد ما ياكله قدم له نص ثاني، سنه سنه لغايه ما ترجع انت اياه. بس برضه تتاكد من خلو التبن من اي عفونه او اي ريح. طيب استخدم الخميره مع العسل فواتح الشهيه عشان الكرش، ممكن يكون الكرش بتاعه تعبان فمش قادر على عمليه الهضم، تعامل مع الكرش، ارفع كفاءة الكرش، هتلاقي برضك العجل قابليته على التبن هتزيد، تمام؟ طب لو عندك انت اشتريت عجل مثلا والعجل ده مش راضي ياكل في التبن خالص، وانت ما تعرفش العجل ده بياكل تبن ولا لا، اذا العجل ده ممكن يكون برسيمي. في عجل احنا قلنا في عجل عرباوي وفي عجل علف وفي عجل ليه برسيمي، العجل برسيمي اللي هو تسمينه كله على البرسيم، والعجل العرباوي على الرعي، والعجل العلف على العلاف فقط. لو انت رحت اشتريت مثلا عجل ما اكلش غير برسيم وما يعرفش غير برسيم، ايه اللي تعمله معاه؟ وتيجي تقول العجل مش راضي ياكل من العلف، العجل مش راضي يقرب التبن، هو ما اكلش قبل كده. لازم انت تقدم له برسيم. يعني قدم له برسيم مثلا صبح، من الصبح لغايه الظهر، من بعد الظهر ارفع البرسيم، يعني هو ارفع برسيم وقدم له نص كيلو تبن على شويه علف. ابدا خليه سنه سنه سنه، حتى لو طبق تبن، بس سنه سنه تبدا تخف من الوقت اللي هو موجود فيه البرسيم. يعني برسيم مثلا كان يبقى قدامه طول النهار، لا خليه يبقى قدامه نص النهار، اليومين اللي بعدهم خلي تلت النهار، اللي بقى خف تواجد برسيم سنه سنه. ما ينفعش تحول عجل من برسيم الى علف في يوم واحد، لا بالتجريد. وابدا دخله التبن والاعلاف بالتجريد، كان عيل صغير وبتعلم الاكل، كان عيل صغير وبتعلم الاكل. طيب الدريس يا جماعه في سببين، لا الدريس العجل امتنع عن اكل تناول الدريس، لا الدريس ده في مشكله عفونه او روائح، او المشكله الثانيه ان البرسيم موجود في شمس طول النهار والعجل ما رضيش يروح له عشان السخونه. واحسن ان العجل ما كلوش، لان العجل لو كل انت قدمت الدريس للعجول وفي اثر سخونه او الدريس ده متعرض للشمس طوال النهار وقدمته له وهو سخن، العجل هيسبب اسهالات كبيره للعجول.
طيب لا ولا برضك لو في عفونه، لو في عفونه والعجل ما اقبلش عليه برضك احسن برضك انه ما كلوش، لانه هيعمل له تسممات في الكرش وهيقل من كفاءه الكرش ويعمل له عفونه ويزود من البكتيريا الضاريه في الكرش. ففي حاله امتناع العجل عن الدريس، لا عفونه في الدريس، لا الدريس تعرض للسخونه الشديده وتقدم مباشره للعجول. فانت لازم يعني انت بتفتح بلد الدريس قبل ما يعني في بلد مثلا ضاربه او فيها عفونه وانت مستخسر ترميه، يا جماعه ارموها. المشاكل اللي هتسببها لك انت مستخسرها، المشكله اللي هتسببها لك للعجل هتضرب التحويله، هتقعد تتعب لغايه ما ترجع معدل التحويل ده تاني. فانت اي حاجه فيها روائح او اثر عفونه ارميها على طول، ارميها على طول. اتكلمنا مع بعض عن لو العجل ما امتنع خالص عن الاكل هتتصرف ازاي، ولو العجل بياكل نص علف هتتصرف ازاي، واتكلمنا عن العجل لو امتنع عن تناول التبن هتتصرف ازاي، والعجل لو امتنع عن تناول الدريس هتتصرف ازاي. قناة المرة على تسمين العجول، يا ريت نستفاد باي حاجة، ادعمنا بلايك، ده دعمك لينا وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.